الرازي الوزي. أنا طلعت من فلسطين كان عمري شيء 8 سنين يعني يمكن هيك. تعلمت بالمدرسة سنتين صف أول صف تاني. وصارت الحروب. وطلعنا وكان الحياة بي كان يضمن كان في لعمتي بساتين يضمنهن أيام الضمان. وأيام خلص الضمان كان يشتري سمك. كان يشتري سمك، السمك اللي يطلع من الزيب كلياته هو بكفل فيه يبيعوه. بالآخر لما اشتد الوضع ما عاد في العالم تضل يقولوا مثلا والله ضربوا فلان ضربوا فلان قتلوا بهاي المنطقة قتلوا بهاي المنطقة. وبلش احنا كنا صرنا طالعين قبل هالإقواس هذا. صرنا طالعين. ثاني يوم سووا هجوم وصاروا ضرب وخبط وهذا لحتى طلعت العالم هشلت لي لان احنا قبل 15 يوم. احنا قبل 15 يوم شو كنت عمري صغار واخوات صغار وهذا خافت العالم مش انه ما خافت لما يقولوا ذبحوا بدير ياسين وذبحوا مش عارف فين وذبحوا. والله جينا قعدنا هون شي شهر بشويه لما قالوا طلعت العالم من البلد فطرنا هلا يجوا. هذا اللي صار اول ما جينا استقبلونا بكل ترحاب اهل البلد. استقبلونا وبدبرونا بيوت وقعدونا في بين بيوت. قعدنا شهرين او 3 اشهر. تعرفي شويه مدينه يعني مش شويه مش صغيره. مدينه كبيره ما في شغل يعني العامل والاهل مبيضين. والاهل مبيضين بيشتغلوا بالتبييض الصحون والتناجر والنحاس. قال بينا نروح ندور على منطقه اللي نقدر نشتغل فيها ونعيش. ارض زراعيه يعني ما رحنا على الحنيه. اشتغل صرنا نشتغل هناك في يعني في ارض الواحد يشتغل فيها. قعدنا كنا 2 سنين كمان جينا وين؟ جينا حياتنا اول ما جينا بالشوادر خيم. سكننا بالمخيم كان المخيم وين الخزان الماي عند الحاجز. سكننا يعني فتره صغيره. قالوا يلا اطلعوا من الارض هاي الارض مش لل منا وعيننا يعني زي الواحد بهدلت بهدل بال وننقل كل شوي نحط لي صاحب الارض هاي مش لكم هاي مش لو وصلنا لهون. قعدنا هون اعطونا شواطئ لما يطلع الهواء بالليل ايام الشتاء يقوم يشد بسك بالحبال احسن ما يطير الشارع وارض وحل يعني بهدل كانت اول ما جينا من المخيم يعني ما وعشنا وقضينا الفترة هاي ولحد هلا احنا عايشين بهالبيئة هاي. في المدرسة صرنا نشتغل نطلع بحص رمل على شط البحر ونشتغل بالليمون ونشتغل يعني هالشغلات هاي. وبعدين؟ هلا لما مثلا كبرت لقيت انه الليمون والهاي ما فيه سفر. واحدة قالت لي يا ابو انور صرت انا هون وقت ضربة اسرائيل هون صدعت البيوت هاي صرت اجيب خشب واساوي هم دائما بالخشب بالباب بابين حق لزقين واصب بالنقط هاي اشتغلت يعني كثير شغلات يعني كنت اشتغلها بس اشتغلت بحري اشتغلت بالعمار اشتغلت بمصر بالليمون يعني كنت فترة الصبية يعني ما بقدر اشتغل صرت اجيب خضرة مثلا ابيع وضليت لحد هلا بس خلصنا من الطبار ما عادش في اي شيء بدي اخبرك بدي شيء عندي خريطه انا عن بلدنا هاي طريق هون في بيوت طبعا هون في النهر هون في نهر مش نهر هاي مكتوب هون نهر هون هاي النهر هاي في بلحتين هون جنب البيت جنب البيت انزل كل يوم صرت بكير يعني بيخلي كمان خط سكي أعطيته نسخة عنها ورسمت هاي النسخة وجيت سويت هاي النسخة مكبر أكبر من هاي اللي أنا أعطيه لها كانت غير كبيرة هاي كبيرة